السلام عليكم، مرحبا بكم في مدرسة أمنيتي لتعليم السياقة. اليوم أنا مع لي كانديدا تاعي شهرة. سلام. سيرين. سلام. سلام. أمل بخير؟ لاباس الحمد لله. أنا حندير لهم الشرح تاع البلاكة تاع الممنوع، وإن شاء الله تستفدوا معنا. وهما قالت باش يشوفوا لي فيديو تاعنا مع كي يحبوا يقراوا. احنا يا دايما قلنا البلاكة تاعنا الدائرة الحمراء نسموها حاجة ممنوعة، ما لازمش نديروها في هذيك الطريق. يا اخي كي نكونوا نشوفوا هاد النصوب ونشوفوا هاد البلاكة ما نديروهمش، هادو الممنوعات. احنا يا هادية تقول لنا ممنوع السير في الاتجاهين، ممنوع السير في الاتجاهين. سبق لي وقلت لكم هادي مخصة للكازيرنات، البلاصة اللي ما نقدرش حنا ندخلوا لها، هي ما تدخل ما تخرج، غير تاع الكازيرنا يدخلوا منها ويخرجوا منها. هذه تقول لنا ممنوع السير في الاتجاهين، هي في الاتجاه، هذه ممنوع السير في الاتجاهين، هذه ممنوع السير في الاتجاه. واش معناتها هذه؟ كتلك تخرج وما تدخلش. ايوا تري بيان. هذه تقول لنا ممنوع الدوران على جهة اليسرى، اليسرى أنا نشوف جهتي على جهة اليسرى. هنا تقول لنا ممنوع الدوران على جهة اليمنى، ممنوع القيام بنصف دورة، ممنوع التجاوز للسيارات، السيارة لو يقولها ما تدوبيش، ممنوع التجاوز للشاحنات، وهادو حواجز أمنية. وش معناتها؟ معناتها نستناو المراقبة الأمنية، معناتها تخفضوا السرعة تاعكم، راكو داخلين البراج، تخفضوا السرعة تاعكم، ديغراديو وتوجدوا روحتكم لو كان يكون عندكم مراقبة أمنية. اوكي، إلا كنتوا في الليل تخفضوا تاعكم يا خي، ما ندخلوش بالفار، ما ندخلوش، هادو حواجز أمنية. راكو تشوفوا واحد دامية، لا بوليس، لا دوان. هذه تقول لنا ممنوع السير دراجات النارية والسيارات، ممنوع السير للدراجات النارية وللسيارات. هنا يقول لنا ممنوع السير للمركبات ذات محرك، قال لك اللي عنده موتور ما يجوش منه. توني ممنوع السير للمركبات ذات محرك، ممنوع مرور الشاحنات، ممنوع مرور الراجلين، ممنوع مرور الدراجات الهوائية، ممنوع مرور العربات اللي تجرها الحيوانات يعني شريطات، ممنوع مرور العربات فلاحية، ممنوع مرور عربات يدوية يعني شريطات تعليم، ممنوع مرور الحافلات، ممنوع مرور الدراجات النارية، ممنوع مرور العربات الشاحنات اللي يكون الطول تاعها اكثر من 10 متر. يا اخي نزيد لكم هنايا، مرحبا بكم في مدرسه امنيتي لتعليم السياقه سهام. هنايا تنقلوا هذه لافته مخصصه للوزن الثقيل. هنايا يقول لنا ممنوع مرور الشاحنات اللي يفوت العرض تاعها 2.5 متر. هنايا على القنطرات يا اخي، القنطرات يقول لك ما تطلعش كميو كثر العرض تاعو يفوت، هذه يعود يلقى طوموبيل واحد اخرى تجيني ولا سي بور سا حددوا لنا العرض تاع الشاحنه اللي لازم تجوز من تم. نعاودها لكم، ممنوع مرور الشاحنات اللي يفوت العرض تاعها 2.5 متر. هنايا هذه مخصصه للقنطرات لي بون. يقول لنا ممنوع مرور الشاحنات اللي يكون الارتفاع تاعو، ارتفاع الطول قريناها مقبيله تاع 10 متر، الطول هاوليك 10 متر. هنايا رانا في الارتفاع اللي يكون رافد اكثر من 3.5 متر. وهنا يقول لنا ممنوع مرور الشاحنات اللي يفوت الوزن تاعها 12 طن، ممنوع مرور الشاحنات اللي يكون المحور تاعها، المحور يعني لابول اللي تكون في الروضه ما بين الروضه والروضه تاع الشاحنه اللي تجي من نسموه المحور تاعها،
ممنوع مرور الشاحنان يفوت المحور تاعها 6 طن، ممنوع مرور، ممنوع تجاوز سرعة 50، ترك الأولوية للاتجاه المعاكس أو ممنوع السير في الاتجاه المعاكس، ممنوع استعمال منبه صوتي، ممنوع ترك المسافة أقل من 70 متر، ممنوع مرور الشاحنات لتحمل مواد سريعة الالتهاب، معناتها الكاميو تاع ليسانس ممنوع يجوز من هذه الطريق، فهمتوني؟ هنا هي ممنوع مرور الشاحنات لتحمل مواد ملوثة للبيئة، ممنوع مرور الشاحنات لتحمل مواد متفجرة، يعني البرودوي شيميك. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحصة هذه. مرحبا بكم في قناة أمنياتي لتعليم السياقة، والسلام عليكم.